معانا على التليفون كمان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. سيادة المحافظ مساء الخير واهلا بحضرتك في المواجهه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. محافظه كفر الشيخ من المحافظات المتوقع سقوط امطار رعديه عليها خلال الثلاث ايام المقبله يا فندم، ايه الاستعدادات اللي تم اتخاذها لديكم لمواجهه هذه الامطار؟ هو طبعا احنا من المحافظات الساحليه لينا 120 كيلو على البحر الابيض المتوسط، فنتعرض طول العام للانواء والنواه المعتاده اللي بتتراوح ما بين موجات غزيره واقل. حقيقه بالتنسيق مع هيئه الارصاد الجويه بالتاكيد ان بكره في سقوط امطار غزيره ورعديه وخاصه على المراكز والمدن الساحليه عندنا. استعدادا لذلك الحقيقه احنا منسقين بصفه دائمه من خلال غرف العمليات من بدايه الشتاء انه كله يبقى مستعد. التجهيزات الهندسيه للحكم المحلي لشركه المياه لوزاره الري مديريه الري عندنا لتخفيض المناسيب، تخفيض الضغط على شبكه الصرف الصحي، كل المعدات بتتحرك لو في حاله سقوط الامطار متوسطه متصل اكثر من نص ساعه تصل الى المناطق اللي سبق رصدها قبل كده في السنوات السابقه، يبقى فيها تجمع للمياه عشان تبتدي تتعامل راسا دون الانتظار الى وجود مشكله او عائق. حقيقه كمان احنا نظرا للتاكيدات الرسميه بانه هنتعرض لموجه من الامطار الغزيره، فاحنا عطلنا الدراسه بكره فقط لحين اتضاح الموقف في كافة النواحي، التعليم العام أو الفني أو الأزهري، وبالتنسيق مع السيد رئيس الجامعة برضو تعطلت جامعة كفر الشيخ لباكر. الحقيقة أتمنى بإذن الله أن الموجة دي تعدي وما يحصلش فيه تضرر، لأنه التضرر بيأثر على الطرق، بيأثر على طبعاً شبكات الإنارة العامة، فإحنا بنضطر نخفض الإنارة العامة أو بنقطع بعض الأماكن عشان ما يحصلش صعق كهربائي للبعض. فهي منظومة متكاملة يعني ازدادت خبرات الحكم المحلي والجهات المعنية عليها على مدار السنوات الماضية. أتمنى بإذن الله أنه يبقى المواجهة أفضل في هذا الشتاء إن شاء الله. طب استعداد غرفة العمليات الرئيسية يعني بالمحافظة لمواجهة الموجة دي بيكون إزاي، وإيه الدور اللي بتقوم بيه غرفة العمليات يا فندم؟ هي غرفة العمليات عندنا مستمرة على مدار 24 ساعة، واحنا رافعين درجة الاستعداد في كل غرف عمليات مديريات الخدمات، يعني كهرباء، ري، زراعة، صحة، تعليم، كل غرف العمليات دي متصلة على مدار 24 ساعة. عندنا نائب في كل مركز بفرق متخصصة من مديريات الخدمات للتحرك، عندنا معدات الكسح ونسح المياه في كل المراكز وخاصة المراكز الساحلية في أكثر من فرقة للتعامل مع الموقف. غرف العمليات هي اللي بتدي الإنذار ببدء سقوط الأمطار وبدء التعامل، بتنسق مع هيئة الأرصاد. احنا بناخد على مدار الساعة من هيئة الأرصاد ايه التغييرات العلمية اللي بتحصل. هيئة الأرصاد يعني بتبعت لنا الخرائط الجوية على مدار اليوم أكثر من مرة، وبيبقى في تحذيرات علمية لمواقع أو مناطق جغرافية محددة بيتم التركيز عليها لأنها دي اللي محتمل فيها سقوط الأمطار الغزيرة. أتمنى بإذن الله إنه يعني إحنا عطلنا الدراسة وخاصة أبنائنا الطلاب عشان الحركة على الطرق وعشان المعدات تقدر تتعامل. اتمنى انه يعني المواطن اللي مش محتاج الحركه باكر يحد من حركته، وباذن الله الموجه تعدي على خير ان شاء الله. شكرا لحضرتك سياده المحافظ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، شكرا ليك يا فندم.